يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سور بعض المقابر عبارة عن شبك يشاهد من هو خارج المقبرة ما هو داخل المقبرة، فهل المرأة إذا وقفت عند هذا الشبك لتشاهد القبور تكون زائرة ويكون فعلها محرم؟ لا تقف، لا تقف عند المقبرة، لكن إذا مرت وسلمت وهي مارة لا بأس بذلك، أما أنها تقف هذه قصد، هذه زيارة، لا يجوز للمرأة هذا. نعم.